بيت الأحرار تسرق الأنوار منتدى السؤدد وحما دمت منتدى وحما عشت في الأوطان درعنا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان في الروح في الجسد هب فتاك لب نداك في فمي وفي دم هواك ترى نور ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا نرشد الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك أحمد بادة أمين فرحات زين الفاروقي هند الدكاني وأعطي الكلمة للسيدة وكيلة الملك. سيدي الرئيس سادة القضاة نلتمس من سيادتكم تعيين قادم هيئتكم المحترمة كما أنني بدوري أعين السيد الخوذي علي نائبي لمصاحبة السادة القضاة الذين قرر جلالة الملك نصره الله وأيد تعيينهم قضاة في السلك القضائي ثم إصدار أمركم للسيد كاتب الدم تلاوة تعيينهم وبالتحاقهم بعد ذلك مقعدهم والأمر بتحرير كل مراج بهذه الجلسة في محضر للرجوع إليه عند الحاجة. وأخيرا أود أن أشكر الحضور الكريم على شريفه لنا كما أتمنى التوفيق للأساتذة القضاة ولليقين أنهم سيكونون موفقين بإذن الله وشكرا. نعين السيدة حكيمة الزديري لمرافقة السادة القضاة بجودة في القاعة صحبة السيد خليل الحودي نائب السيدة وكيل الملك. أمر السيد كاتب الدم بتلاوة سندات تعيين السادة القضاة. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة التعيين الرضا تاريخ القاعدة 1436 18 أغسطس 2015 المملكة المغربية وزارة العدل والحريات كتابة على القضاء رقم 651 5 كاف ميم ألف قاف من وزير العدل والحريات إلى السيد زكريا ودود الملحق القضائي بالمملكة الابتدائية بالفقيه بن صالح تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بها تحت إشراف السيد رئيس أول محكمة الاستئناف بني ملال. الموضوع تعيينكم في السلك القضائي سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد فبناء على نجاحكم في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين لفرج الأربعين وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادى الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجانب الشريف أسماه الله وأعز أمره بارك المرسلين بارك المرسلين بارك المرسلين
راعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم قاضيا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلكم بهذا الكتاب والسلام وزير العدل المصطفى غميد. سنة التعيين الثاني، الرباط بثمن ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015، المملكة المغربية، وزارة العدل والحريات، كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 661 5 كاف ميم ألف قاف، من وزير العدل والحريات إلى السيدة مينا شوين الملحقة القضائية بالمحكمة التجارية بالرباط تحت إشراف السيد رئيس المحكمة التجارية بها، تحت إشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. الموضوع تعيينك في السلك القضائي، سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، فبناء على نجاحك في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المهتمين بنفوذ الأربعين، وبناء على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادى الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجلالة الشريف أسماء الله أعز أمره. الله يبارك في المرسيدين. الله يبارك في المرسيدين. الله يبارك في المرسيدين. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، أنهي إليك أنه تقرر تعيينك قاضية في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وعليه أطلب منك أن تلتحقي بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلك بهذا الكتاب والسلام. وزير العدل والحريات المصطفى غميد. سنة التعيين الثالث، الرباط في 2 ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015، المملكة المغربية، وزارة العدل والحريات، كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 663 5 كاف ميم ألف قاف، من وزير العدل والحريات إلى السيدة آمنة فرحات الملحقة القضائية بالمحكمة التجارية بالرباط تحت إشراف السيد رئيس المحكمة التجارية بها، تحت إشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. الموضوع تعيينك في السلك القضائي، سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، فبناء على نجاحك في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج الأربعين، وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة لرسم دورة جمادى الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في المرسيدين. الله يبارك في المرسيدين. الله يبارك في المرسيدين. وراعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، أنهي إليك أنه تقرر تعيينك قاضية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وعليه أطلب منك أن تلتحقي بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلك بهذا الكتاب والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرامي. سنة التعيين الرابع، الرباط في 2 ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015، المملكة المغربية، وزارة العدل والحريات، كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 667 5 كاف ميم ألف قاف، من وزير العدل والحريات إلى السيد محسن بوعيون الملحق القضائي بالمحكمة الابتدائية بفاس تحت إشراف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بها، تحت إشراف السيد الوكيل العام للمحكمة لدى محكمة الاستئناف بها. الموضوع تعيينكم في السلك القضائي، سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، فبناء على نجاحكم في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين لفوج 40، وبناء على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادى الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسماء الله أعز أمره. الله يبارك في المرسيدين. الله يبارك في المرسيدين. الله يبارك في المرسيدين. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، أنهي إليكم أنه تقرر تعيينهم قاضيا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلكم بهذا الكتاب والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرامي. سنة التعيين الخامس، الرباط في 2 ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015، المملكة المغربية، وزارة العدل والحريات، كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 671 5 كاف ميم ألف قاف، من وزير العدل والحريات إلى السيد أنس محناج الملحق القضائي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت إشراف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بها، تحت إشراف السيد وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بها. الموضوع تعيينكم في السلك القضائي، سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، فبناء على نجاحكم في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين لفوج 40، وبناء على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادى الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في المرسيدين. الله يبارك في المرسيدين. الله يبارك في المرسيدين. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم قاضيا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء،
وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بالمحكمة المنظورة بمجرد توصلكم بهذا الكتاب. والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرامين. سنة التعيين السادس الرباط لبنان ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015 المملكة المغربية وزارة العدل والحريات كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 673 5 ك م ألف ق من وزير العدل والحريات إلى السيد محسن الأخولي الملحق القضائي بالمحكمة التجارية بمكناس تحت إشراف السيد رئيس المحكمة التجارية بها تحت إشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة السناف التجارية بفاس. الموضوع تعيينكم في السلك القضائي سلام تام لوجود مولانا الإمام وبعد بناء على نجاحكم في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين لفوج 40 وبناء على اقتراح مجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادى الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسمه الله وأعز أمره. الله يبارك في المسجد. الله يبارك في المسجد. الله يبارك في المسجد. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية أني إليكم أنه تقرر تعيينكم قاضيا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلكم بهذا الكتاب. والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرامين. سنة التعيين السابع الرباط 2 ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015 المملكة المغربية وزارة العدل والحريات كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 679 5 ك م ألف ق من وزير العدل والحريات إلى السيدة أمال غروب الملحقة القضائية بالمحكمة الابتدائية بني ملال تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بها تحت إشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بها. الموضوع تعيينك في السلك القضائي سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد بناء على نجاحك في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين لفوج 40 وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادى الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية أنهي إليك أنه تقرر تعيينك قاضية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وعليه أطلب منك أن تلتحقي بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلك بهذا الكتاب. والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرامين. سنة التعيين الثامن الرباط في 2 ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015 المملكة المغربية وزارة العدل والحريات كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 681 5 ك م ألف ق من وزير العدل والحريات إلى السيدة زينب فاروقي الملحقة القضائية بالمحكمة التجارية بالرباط تحت إشراف السيد رئيس المحكمة التجارية بها تحت إشراف السيد رئيس الأول لمحكمة السناف التجارية بالدار البيضاء. الموضوع تعيينك في السلك القضائي سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد بناء على نجاحك في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 40 وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادى الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية أني إليك أنه تقرر تعيينك قاضية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وعليه أطلب منك أن تلتحقي بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلك بهذا الكتاب. والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرامين. سنة التعيين التاسع الرباط 2 ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015 المملكة المغربية وزارة العدل والحريات كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 683 5 ك م ألف ق من وزير العدل والحريات إلى السيد أحمد باتا الملحق القضائي بالمحكمة الابتدائية بالفقيه الصالح تحت إشراف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بها تحت إشراف السيد وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بني ملال. الموضوع تعيينكم في سلك القضائي سلام تام لوجود مولانا الإمام وبعد فبناء على نجاحكم في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين لفوج 40 وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادى الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية أني إليكم أنه تقرر تعيينكم قاضيا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلكم بهذا الكتاب. والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرامين. سنة التعيين العاشر الرباط 2 ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015
والمملكة المغربية وزارة العدل والحريات إجابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 685 5 كاف ميم ألف قاف من وزير العدل والحريات إلى السيد فهم خلفي الملحق القضائي بالمحكمة التجارية بفاس تحت إشراف السيد رئيس المحكمة التجارية بها تحت إشراف السيد رئيس أول محكمة استئناف التجارية بها الموضوع تعيينكم في السلك القضائي سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد فبناء على نجاحكم في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين لفوج 40 وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادة الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم قاضيا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وعلي أطلب منكم أن تلتحقوا بالمحكمة المذكورة بمجرد تواصلكم بهذا الكتاب والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرامين. سنة التعيين 11 الرباط ثاني ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015 من وزير العدل والحريات المملكة المغربية وزارة العدل والحريات كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 687 5 كاف ميم ألف قاف من وزير العدل والحريات إلى السيد جواد اللوز الملحق القضائي بالمحكمة الابتدائية بالناظور تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بها تحت إشراف السيد رئيس أول محكمة الاستئناف بها الموضوع تعيينكم في السلك القضائي سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد فبناء على نجاحكم في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين لفوج 40 وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادة الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم قاضيا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وعلي أطلب منكم أن تلتحقوا بالمحكمة المذكورة بمجرد تواصلكم بهذا الكتاب والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرامين. سنة التعيين 12 الرباط 2 ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015 المملكة المغربية وزارة العدل والحريات كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 689 5 كاف ميم ألف قاف من وزير العدل والحريات السيد عبد الرحمن المساوي الملحق القضائي بالمحكمة الابتدائية بتطوان تحت إشراف السيد الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بها تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بها الموضوع تعيينكم في السلك القضائي سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد فبناء على نجاحكم في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين لفوج 40 وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادة الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم قاضيا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وعلي أطلب منكم أن تلتحقوا بالمحكمة المذكورة بمجرد تواصلكم بهذا الكتاب والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرامين. سنة التعيين 13 الرباط في 2 ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015 المملكة المغربية وزارة العدل والحريات كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 691 5 كاف ميم ألف قاف من وزير العدل والحريات إلى السيد حبيب أصالح الملحق القضائي بالمحكمة التجارية بالرباط تحت إشراف السيد رئيس المحكمة التجارية بها تحت إشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الموضوع تعيينكم في السلك القضائي سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد فبناء على نجاحكم في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين لفوج 40 وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادة الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم قاضيا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلكم بهذا الكتاب والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرامين. سنة التعيين 14 الرباط 2 ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015 المملكة المغربية وزارة العدل والحريات كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 699 5 كاف ميم ألف قاف من وزير العدل والحريات إلى السيد رندا بوحديد
الملحقة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتطوان تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بها تحت إشراف السيد رئيس أول محكمة الاستئناف بها. الموضوع تعيينك في السلك القضائي. سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد، فبناء على نجاحك في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين لفوج 40 وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماعات الأخيرة برسم دورة جمادة الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسماه الله أعز أمره. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية أنهي إليك أنه تقرر تعيينك قاضية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وعلي أطلب منك أن تلتحق بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلك بهذا الكتاب. والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرميم. سنة التعيين 15 الرباط 2 ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015 المملكة المغربية وزارة العدل والحريات كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 693 5 كاف ميم ألف قاف لوزير العدل والحريات إلى السيدة نجلاء كور الملحقة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بها تحت إشراف السيد رئيس أول محكمة الاستئناف بالرباط. الموضوع تعيينك في السلك القضائي. سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد، فبناء على نجاحك في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين لفوج 40 وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادة الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية أنهي إليك أنه تقرر تعيينك قاضية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وعليه أطلب منك أن تلتحق بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلك بهذا الكتاب. والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرميم. سنة التعيين 16 الرباط 2 ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015 المملكة المغربية وزارة العدل والحريات كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 695 5 كاف ميم ألف قاف من وزير العدل والحريات إلى السيد حمزة وعبي الملحق القضائي بالمحكمة التجارية بمكناس تحت إشراف السيد رئيس المحكمة التجارية بها تحت إشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس. الموضوع تعيينكم في السلك القضائي. سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد، فبناء على نجاحكم في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين لفوج 40 وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادة الثانية 2436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم قاضيا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وعلي أطلب منكم أن تلتحقوا بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلكم بهذا الكتاب. والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرميم. سنة التعيين 17 الرباط 2 ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015 المملكة المغربية وزارة العدل والحريات كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 697 5 كاف ميم ألف قاف من وزير العدل والحريات إلى السيدة هند دكالي الملحقة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتمارة تحت إشراف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بها تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. الموضوع تعيينك في السلك القضائي. سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد، فبناء على نجاحك في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين لفوج 40 وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادة الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. الله يبارك في المرسيدي. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية أنهي إليك أنه تقرر تعيينك قاضية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأطلب منك أن تلتحقي بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلك بهذا الكتاب. والسلام وزير العدل والحريات المصطفى الرميم. سنة التعيين الأخير الرباط 2 ذو القعدة 1436 18 أغسطس 2015 المملكة المغربية وزارة العدل والحريات كتابة المجلس الأعلى للقضاء رقم 701 5 كاف ميم ألف قاف من وزير العدل والحريات إلى السيدة فدوى فانوني الملحقة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بها تحت إشراف السيد رئيس أول محكمة الاستئناف بها. الموضوع تعيينك في السلك القضائي. سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد،
فبناء على نجاحك في اختبارات نهايه تمرين المحاقين القضائيين المنتمين لفوج الاربعين، وبناء على اقتراح المجلس الاعلى للقضاء خلال اجتماعاته الاخيره برسم دوره جمادى الثانيه 1436 مارس 2015 وموافقه الجناب الشريف اسماه الله اعز امره. واي بارك فرمر سيدي، واي بارك فرمر سيدي، واي بارك فرمر سيدي. راعيا لما اقتضته المصلحه القضائيه أنهي إليك أنه تقرر تعيينك قاضية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وعليه أطلب منك أن تلتحقي بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلك بهذا الكتاب. والسلام، وزير العدل والحريات المصطفى الرمي. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على دستور المملكة وخصوصا فصل 107، وبناء على رسائل السيد وزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدد 691 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 15 697 بتعيين السادة القضاة الجدد، وهم فهد مخلفي، زكريا ودود، محسن بالعيون، نجلاء عكور، حمزة وعبي، محسن الخولي، جواد أردوز، أنس محناش، حميد وصالح، مونيا الشويني، عبد الرحمن الموساوي، فدوى قنوني، رندا الوحدي، أماد الناور، حمد بادة، أمين الرحات، زين الفاروقي، هند الدكاري، للمحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبناء على ملتمس النيابة العامة أنهم قد نصبوا بمنصبه يوم الثلاثاء 15 ذي الحجة 1436 الموافق ل 29 سبتمبر 2015 على الساعة 12:25 صباحا بقاعة الجلسات العمومية الكبرى بمقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ونطلب منهم أن يلتحقوا بالهيئة القضائية وأن يأخذوا مقعدهم البلية. نرحب بالسادة القضاة الجدد ونذكرهم باليمين القانونية التي أدوها والتي تفرض عليهم الحق بالعدل للناس والقيام بمهامهم بوفاء وإخلاص والمحافظة على سرية المداولات والسلوك في ذلك كل مسلك القاضي النزيه
المخلص مع الرجاء من الله جلت قدرته أن يوفقهم لأداء مهمتهم بصدق وأمانة وإخلاص، وأن يكونوا بمستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم. وعند حسن ظن القاضي الأول سيدنا المنصور بالله دام له العز والتأييد جلالة الملك محمد السادس نصر الله، ونأمر سيد كاتب الدور بتحرير محضر وضمن فيه كل ما راجع بهذه الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة. بالنسبة لسيدة وكيلة الملك عندكم مطالبكم. أختتم هذه الجلسة بعد التوجه بالشكر الجزيل للحضور الكريم على تلبية الدعوة وعلى تحمل مشاق الحضور لهذا الحفل الكريم، وأدعو الجميع لتناول حفل الشاي باسم جلالة الملك روحة الجسد. Thank you.